كان قال لي حلو الشهيد، الشهيد حلو إذا بيموت، لأنه الشهيد آدمي، الشهيد منه أزعر. إنها والدة مارسيل حليمي ابن 30 ربيعا، والذي قضى الأحد الماضي في منطقة الشحار في عليه برصاصة أطلقها رجل بدافع الانتقام. ابني ساكن بأبر شمون بمنطقة الشحار، وسمعنا انه هيدا الرجال عنده ببيع، باردون منكم، يعني حيوانات وهيك، بقى بده يكون لما بده ينام يزعجوه الكلاب. راح جاب له الدرك، يعني انا ما بتخيل انه في شي حضاري اكتر من انه يروح يجيب له الدرك. اجوا البوليس واخذوا له الكلاب وطار عقله. فصار بده ينتقم. هكذا بدت سيارة مارسيل بعد الجريمة، فالتحقيقات تشير إلى أن الجاني والذي كان يستقل سيارة رباعية الدفع حاصر مارسيل بسيارته في إحدى الزوايا مانعا إياه من الفرار. بعدها نزل المغدور من هذا الباب، فما كان من الجاني إلا أن أطلق النار باتجاهه من على بعد 3 أمتار تقريبا بحسب الطبيب الشرعي. عندها أصيب مارسيل بعنقه وما لبث أن فارق الحياة. أنا ابني مات، مات لأنه ما عمل شيء، بس مات لأنه في فلتين. الرجال بالحبس، رح أنطر القضاء ورح أنطر العدالة والعدل، ورح أنطر كل شيء ممكن حدا عاقل ينطره، مع أنه فقدوني العقل، بس الحمد لله بعد عندي. إذا ما إجا الحكم بصالحنا، وأي جهة سياسية مين ما بدها تكون، إذا الموضوع بده يتسيس، أنا عم أقول ما تستضعفوني. يعني يمكن مرته للي قاتل تكون آدمية، ويمكن محروق قلبها، ويمكن هلأ خايفة على أولادها. أنا بدي أطلع حسسها أنا شو صار فيه. إذا العدالة ما كانت أقسى العقوبات. إذن العدالة هو المطلب الوحيد لوالدة مارسيل التي تتمنى أن لا تفقد الأمل كليا بالدولة، وأن لا تشعر بأنها تعيش في بلد تحكمه شريعة الغاب.